في الاهلي، اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه. طبعا احنا اتكلمنا هنا في 10 الصبح في الاهلي اكتر من مره قبل كده عن رياضه البادل، واتكلمنا عنها من اكتر من زاويه الحقيقه، لكن احنا النهارده وتحديدا في اولى فقراتنا الحواريه هنتكلم عن منتخب مصر للناشئين، وده اول منتخب عربي وافريقي يتاهل لكاس العالم للبادل اللي هيقام في شهر نوفمبر اللي جاي ان شاء الله. هنتكلم عن انجازاتهم اللي فاتت وهنتكلم عن استعداداتهم للي جاي ان شاء الله، طبعا بما يشمل كاس العالم. خلونا نرحب بضيوفنا كابتن شريف صبري المدير الفني لمنتخب الناشئين للبادل، وكمان منورنا وجدي رسلان لاعب منتخب مصر للناشئين للبادل. صباح الفل عليك واهلا بيك. نورتنا حقيقي. وكنا بنتكلم قبل الهوا يعني عن موضوع البادل اللي ظهر مؤخرا اصلا في مصر يعني تقريبا 2017 زي ما كنت بتقول لي، وبس من 2017 ل 2023 طفره كبيره ولقى رواج كبير جدا والناس حبت البادل قوي، مع ان زمان ما كانش فيه غير التنس وسكواش والراكت ده حاجه ثانيه. بس انا هبدا من هنا، ايه السبب في ان الناس حبت قوي في مصر تحديدا البادل ولقى يعني ترحيب كبير كده بالناس مع ان التنس موجود واقدم وهم شبه بعض؟ يعني هم في الحقيقه شبه بعض، بس البادل انطلق الانطلاقه دي لانه اولا اسهل بكتير، تاني حاجه احنا في كشعب مصر عامه بدا يتجه كتير قوي للرياضه والرياضه بالنسبه له بقت حاجه مهمه جدا. يعني انا شايف اختلاف كبير قوي من العشر سنين او الخمستاشر سنه اللي فاتوا من الرياضه، من فتره قريبه قوي بقى بداوا الناس من بعد الكورونا على فكره كمان اثرت في التغيير بتاع الثقافه فعلا، فالناس كلها بدات تتجه لرياضات اولا ظريفه. يعني نقدر نقول البادل مش صعبه، يعني الشخص العادي يقدر يتعلمها، مش نفس الرولز بتاعت التنس والسكواش، هي قريبه سكورينج سيستم او النقط اللي بتتحسب قريبه قوي، بس في ازاز، فطبعا الكره بتروح وترجع. التنس لو عدت اللعيب خلاص ما بترجعش، وهي اقرب يعني واخده من التنس شويه واخده من السكواش شويه، وملعبها اصغر طبعا بشكل كبير، الملعب اصغر، وعاده الملاعب بتبقى موجوده في موجوده في حتت ظريفه، الكونديشنز او الظروف اللي بتبقى حوالين الرياضه بتبقى حلوه. وبنشوف ناس كتير حتى بعيدا بقى عن عالم الاحتراف، في ناس بيمارسوها على سبيل الهوايه، ان هي فعلا حاجه رمضان هي ظريفه جدا. هي انا يعني انا شخصيا قبل ما اكون في الاتحاد ما كنتش بلعب كتير، ولكن بدات ان انا اشوف بقى فيديوهات وابدا بدات ان انا افهم اللعبه دي بتلعب ازاي، فبدات امارسها بشكل كبير. يعني انا شايف بشوف حتى السن عامه اي حد ممكن يلعبها. على ذكر السن، وجدي انت عندك كام سنه؟ انا 16 سنه. 16 سنه دي اول رياضه بتلعبها ولا كنت بتلعب حاجه ثانيه؟ لا انا كنت بلعب تنس، بلعب تنس، ابتديت من عندي 4 سنين. الشفت ده من التنس للبادل؟ يعني البادل انتشرت جامد وانا كنت يعني كنت بنزل دايما ابتدي العب فور فان مع اصحابي وكده وانا لما كنت بلعب تنس، بس لقيت في الاخر بعد ما لقيت ان في اتحاد ولقيت الدنيا بتكبر وكده، فقلت ليه ما اجربش العب بادل، ليه ما اجربش العب بطريقه احترافيه اشوف ايه اللي هيحصل. والحمد لله. لقيت ايه بقى لما جربت؟ لا الدنيا احسن بكتير صح. في ايه يعني مختلفه؟ في ايه مختلفه؟ في ان هي كده كده امتع، وكده كده موضوع الازاز في الملعب ان هو لو كره عدتني وجت في الازاز كده كره هي بتساعدني، يعني الازاز ده مش ضدي، هو بيساعدني ان انا اكسب الكره. غير التنس، التنس خلاص فيش وراك اي حاجه هتساعدك، يعني خلاص طبعا. لو حد ضرب كوره عدتك خلاص. انا بتهيألي فكره بس ارتداد الكوره لو عدت اللاعب دي تحديدا متاخده من السكواش، مش كده برضه؟ هي اقرب للسكواش، اقرب للسكواش. وبعدين الميزه الكبيره فيها ان هم بيبقوا عاده تيمز، يعني دبل زوجي، فبتبقى دايما اظرف، بيبقوا اربعه وبتبقى زي سوشيال ايفنت دايما بتبقى كانها سوشيال ايفنت، الناس كتيره بتتعرف على بعض وبيلعبوا مع بعض ويبداوا يتفقوا على ماتشات، فهي الحقيقه ممتعه يعني ظريفه جدا. هل ممكن فرصتك كمان يعني هسالك يا وجدي، فرصتك في البادل اسهل لان الكومبيتيشن فيها يعني مش بنفس نسبه التنس، ولا انت ما قستهاش كده ما حسبتهاش كده؟ انا حسبتها فتره يعني شكلك من حسبتها الاول كده. من الاول حسبتها كده، بس برضو دلوقتي يعني انا بفكر ان انا اخش مثلا ابقى من العشر الاوائل، احاول على قد ما اقدر في الكبار، يعني اكتر حاجه اقدر اعملها. يعني دلوقتي الحمد لله دلوقتي في الجونيورز انا تمام، بحاول في الكبار احاول اعمل رانك حلو على قد ما اقدر ان انا في خلال مثلا سنتين الجايين احاول اخش في منتخب الكبار. هو يبدا من 18 منتخب الكبار ولا كام؟ بدايه من 18. وهو الحقيقه وجدي من اللعيبه الموهوبه عندنا، يعني هو الاول
16 وحاليا مستواه جامد جدا في 18. انت شكله اصغر من سنه. اه شكلي يبان اصغر من سنه. انا بصراحه قلت 14. لا شكلي يبان اصغر من سنه. واسمك حلو، انت اسمك اكيد على اسم جدك. ايوه صح. شفت بقى صح. الله انت عارفه الحاجه دي. لا يعني وجدي. ايوه صح على اسم جدي فعلا. جميل. وبالنسبه بقى للاستعدادات، احنا بنتكلم على ان قريب ان شاء الله هيكون في مشاركه في كاس العالم. نعم. فاكيد حدث جلل زي ده في الرياضه زي البادل بتستدعي برضو استعدادات وحاجات كتير لازم تتعمل عشان نبقى مسافرين او مشاركين في البطوله واحنا الى حد ما مطمنين. فايه نوع الاستعدادات اللي بتحصل دلوقتي؟ احنا اول ما بدانا البرنامج بتاع الجونيورز يعني كان بالنسبه لنا تحدي كبير، لان احنا كنا بنقدم لعبه يا جماعه احنا عندنا فريق الناشئين وعايزينكم وهنختار لعيبه هتبقى في المنتخب. فكان بالنسبه لنا تحدي كبير جدا ان احنا ما نعرفش مين اللي بيلعب، لان احنا كان بالنسبه لنا الموضوع الناشئين لسه جديد. الرجال والسيدات احنا بقالنا فتره شغالين فيه، والرجال لعبوا كاس العالم هم والسيدات السنه اللي فاتت، بس الناشئين بالنسبه لنا كنا عايزين نعرف مين اللي بيلعب وفين بيلعبوا ومستواهم ايه. بدانا ان احنا عملنا زي تراي اوتس، زي اختبارات. الاختبارات دي عملناها في شهر ديسمبر اللي فات على اساس يبقى عندنا وقت لغايه نوفمبر نبدا نجهز في الولاد ونبدا نمرنهم علشان يبقوا جاهزين لكاس العالم اللي جاي. فبدانا ان احنا قلنا لهم عملنا اعلنا عن تراي اوتس او اختبارات، وعملناها في كذا حته، يعني عملنا في القاهره الجديده، وعملنا رحنا اسكندريه ورحنا حتت في القاهره، عملنا لهم زي يوم مفتوح نبدا نشوفهم، واتفقنا مع مدربين تقدر تقيم اللعيبه اللي موجوده من الانديه المختلفه من كل حته. الموضوع كان بالنسبه لنا كان اي حد يقدر يشارك. واي حد كان بيلعب في ايه؟ انت كنت بتلعب في اسكندريه. اسكندريه هم اسكندريه. كريم من اسكندريه. انت من اسكندريه بقى وجدي؟ ان عند سموحه. اجدع ناس سموحه. اجدع ناس. شكرا. بس هل دي فتره زمنيه كافيه؟ يعني عاده لما بيكون في اي بعثه من اي دوله مسافره في بطوله عالم او كاس عالم في اي رياضه من الرياضات، غالبا ما بيكون يعني قوام هذه البعثه طبعا في الروح والدم الجديد بتاع الشباب، لكن برضه بشويه عناصر عندهم شيء من الخبره. لكن انا فهمت من كلام حضرتك ان انتوا عملتوا يعني التجميعات اللي عملتوها عشان تنتقوا المميزين من اللعبه وتدربوهم عشان يشاركوا في كاس العالم. يعني دي اول طلعايه ليهم هتبقى كاس العالم. مش خضه حتى عليهم دي؟ هي خضه، بس احنا بنحاول ناهلهم من اول ما اخترناهم. احنا بنحاول ناهل ان يا جماعه الولاد دي هتشيل اسم مصر، الولاد دي هتمثل مصر. فاحنا بالنسبه لنا الموضوع يعني في شويه ضغط، بس احنا بنحاول نقلله شويه علشان هم ما يبقاش عندهم الرهبه دي. احنا بنحاول نجهزهم بدنيا، وبنحاول نجهزهم من ناحيه التكنيكاليتي والتدريب والحاجات دي، ان هم على الاقل يبقوا مطمنين. واحنا يعني ظروفنا ما اقدرش اقول لحضرتك ان احنا ظروفنا صعب. احنا عندنا ما شاء الله اولاد موهوبه جدا، وعندنا اولاد يعني بالنسبه حتى لوجدي لعب بطولات رجال، وفي اولاد كتيره تحت 18 عملوا نتائج. البطولات الدوليه اللي عملناها لهم في للرجال هم شاركوا فيها. فاحنا بنحاول على قد ما نقدر ان هم ياخدوا عدد كبير قوي من المشاركات ويدخلوا بطولات كتيره، واولاد مع ناس اكبر، علشان يبداوا حتى هم يحسوا ان هم لا انا متمكن من نفسي، لا انا ان شاء الله هعمل كويس، لا انا ان شاء الله هبقى جاهز. لان احنا زي ما قلت لحضرتك احنا بدانا في ديسمبر، فاحنا كنا بنسابق الزمن. طبعا وقت نلاقي ناس ونبدا نمرنهم ونبدا، لان هي للاسف الظروف كانت كده ما عندناش وقت. فاضطرينا ان احنا نشوف اكبر عدد نقدر عليه ونجهزهم على قد ما نقدر. وهم الحقيقه مشكورين، الاهالي طبعا مشكوره ان هي بتعمل مجهود جبار، اوقات بنمرنهم في اسكندريه واوقات بنمرنهم في القاهره، فبيبقى النظام شاق عليهم وحتى علينا، لان احنا بنحاول نوفر مدربين ونحاول نوفر الاماكن وبنحاول نساعدهم على قد ما نقدر ان هم يبقوا جاهزين. وانا اتوقع ان شاء الله ان احنا عندنا فرصه كبيره. يعني دي نقطه حلوه. بالنسبه لبقى وجدي، انت يعني كابتن شريف اتكلم عن الاستعدادات من وجهه نظر برضو مدرب، لكن انت بقى كمشارك كبطل رايح، انت جاهز ازاي؟ جاهزيتك نفسيا كمان ازاي؟ سيبك من الحته الفنيه. احنا الاتحاد بقاله 6 شهور موفر لنا تمارين فيتنس وبادل. حتى كان كابتن شريف ساعات بيجي لنا في التمرين يقول لنا اتمرنوا فيتنس حتى لو لوحدكم بره في الايام اللي ما فيش تمارين فيها بتتمرنوا. يعني كان الاتحاد دايما مهتم بينا،
يعني المره دي ان شاء الله احنا بقالنا كتير بنتمرن وان شاء الله نحقق نتائج كويسه ان شاء الله. جاهز يعني ان شاء الله. طب انت عموما يومك عامل ازاي؟ يعني انت في اي مرحله تعليميه؟ في سنه كام؟ أنا وتدريباتك كام مره في الاسبوع وعدد ساعات التدريب؟ يعني لخص لنا كده يومك عامل ازاي. انا مع المدرسه وكده الدنيا بتبقى صعبه الصراحه، بس انا بحاول على قد ما اقدر ان انا اتدرب كل يوم، لازم يكون عندي تدريب كل يوم. تدرب فين؟ في اسكندريه. اتدرب في اسكندريه في ملعب بدل، في نادي سبورتنج، وفي نادي سموحه، وفي يعني اسكندريه خلاص ملت برضو بقى فيها ملعب كتير قوي زي القاهره. حلوين اصلا، احنا مشتركين في سموحه وسبورتنج وما رحتهمش غير مرتين. اه والله الاثنين حلوين اصلا يعني. طيب انا عايز اسالكم بقى على التجهيزات الماديه، هل وجدي وبقيه الابطال اللي هم بيشاركوا اللعيبه هم اللي عليهم اللي هي الاكسبنسز السفر والحاجات دي، ولا الموضوع ليه علاقه برضو ان انتم بتوفروهم او الاتحاد؟ هو احنا عندنا اتحاد اصلا صح؟ احنا مظبوط. الاتحاد تاسس في مارس 2022 ما فيش بادجت لسه؟ طب لا لا، في يعني احنا بنحاول نخصص لهم خصوصا المدربين، لان احنا اللعبه جديده فمحتاجين حد يبقى متخصص من بره، فكان بيجي لهم مدربين من بره. يعني تكلفه؟ ما هي تكلفه طبعا، بس احنا بنحاول على قد ما نقدر، لانه احنا عايزين نطلع بصوره مشرفه وعايزين نعمل زي امباكت او تاثير قوي على يعني الوزاره على بتساعد ببادجت معينه للاتحاد، ولا الموضوع ليه علاقه بالاهالي بقى بتوع يعني حتى هذه اللحظه؟ احنا متكفلين يعني بيه التدريب عاده، احنا متكفلين بيه المدربين، الاماكن، كل حاجه متكفلين بيها. الاهالي لحد دلوقتي ما يعني بنحاول ان احنا نساعدهم في موضوع الاكسبنسز ده. يعني باراجواي احنا بنتكلم السفريه دي هتبقى على الاتحاد. على الاتحاد. الاتحاد. اوكي طب ما دي حاجه كويسه يعني. احنا بنحاول يعني الحقيقه احنا شغالين بقوه في كله يعني الحقيقه. هل مطلوب من حضراتكم في الاتحاد، اقصد الاتحاد تحديدا، ان انتوا تكيفوا نفسكم في ضوء الميزانيه المتاحه، ولا في مساحه لو في اي فرصه لتنميه الموارد تقدروا تعملوها؟ بنحاول، احنا بنحاول ان احنا ننمي مواردنا، ونحاول ان احنا ندور على رعاه، وبنحاول يعني احنا شغالين في كل الطرق. وطبعا الوزاره في استجابه للرعاه، يعني في استجابه، لان في صدى لمحاولاتكم ان شاء الله. ان شاء الله في استجابه، لان احنا الرياضه بتكبر بشكل مرعب. يعني انا متخيل ان اكيد في حد في 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 البيت في اي عيله مصريه هيجرب انه يلعب بادل، وهيحاول انه يلعب، واللعبه بتشده حتى لما بيلعبش بيجي يتفرج، لان احنا مثلا لقينا اقبال كبير جدا في بطوله كاس العالم اللي فاتت، التصفيات كاس العالم اللي فات كان قبول. هي يعني رياضه لطيفه، وحتى فيها متعه مشاهده يعني اللي بيتفرج عليها، فعلا لطيفه الرياضه. هي ظريفه، والميزه فيها ان هم بيبقوا يعني فرقه. يعني الحلو فيها ان هم ما بيبقاش يعني زي التنس بيبقى لوحده او السكواش بيبقى لوحده، بس البادل بيبقى عاده الماتشات الكبيره بيبقى هم اتنين كل واحد في فريق، فبتبقى اظرف طبعا. بص بما ان احنا ذكرنا الاتحاد، تعالوا نروح معانا مداخله المهندس احمد الغتواري رئيس الاتحاد المتكلم المصري والعربي للبادل. صباح الخير على حضرتك طبعا في البدايه. صباح النور عليكم كلكم. اهلا بيك، ومعرفش حضرتك تابعتنا يا فندم من الاول ولا لا، بس كنا بنتكلم عن اللعبه دي وازاي دخلت 2017 بس لقيت رواج كبير جدا، وبتحقق دلوقتي يعني خطوات رائعه، وعندنا بطوله كبيره جدا في الباراجواي والاستعدادات وغيره. كنا بنسال كابتن شريف كمان تحديدا، اعتقد الشق ده يخص الاتحاد، يعني هل في امكانيات كمان وتوفير للشق المادي علشان الابطال بتوعنا يقدروا يروحوا وما يبقاش في اي عوائق هناك كمان بيواجهوها؟ خلينا برضو نطمن من حضرتك على النقطه دي. طبعا انا بشكركم على المداخله الجميله دي، ودايما سعيد معاكم على قناه الاهلي. والحته دي طبعا يعني زي ما حضرتك بتقولي، احنا بنحس ان احنا علينا دور من ناحيه الاتحاد ان احنا ننشئ منتخبات قوميه قويه تمثل مصر في المحافل الدوليه اللي احنا بنكون منتظرينها. يعني كاس العالم طبعا للناشئين في باراجواي ده يعتبر يمكن اكبر حدث موجود حاليا في الاتحاد الدولي، احنا بنجهزه بقى لنا فتره، وبنحاول دايما ان احنا تكون المنتخبات المصريه، المنتخبات بالذات دي تبقى من تحمل الاتحاد المصري. يعني بنحاول ان احنا ما نكلفش الاهالي اي حاجه. يمكن من ساعه ما بدانا التدريب الحمد لله وفرنا مدرب موجود معانا، مدير فني موجود معانا، ويعني جهاز فني كامل. النهارده بنخطط للسفريه ان شاء الله نطلعها في باراجواي في شهر 11، ولحد النهارده الحمد لله ربنا موفقنا ان احنا ما نطلبش اي دعم او اي حاجه من اولياء الامور، دعم مادي، بنحاول ان احنا نوفر لهم الحاجات دي كلها على حساب الاتحاد. طيب بالنسبه كمان البطوله العربيه للبادل، كنت عايز اسال حضرتك انا وكريم عنها، ليه طبعا هتقام في دبي؟ تمام، اعلنا عن البطوله اول امبارح الحمد لله في مؤتمر صحفي كبير في دبي.
ولاول مره بيكون عندنا 11 دوله عربيه مشاركه، وده رقم كبير جدا كاول بطوله عربيه موجوده. ويمكن احنا كمان الاتحاد العربي بدا اربع او خمس شهور فقط، فده يعتبر انجاز كبير ان احنا كنا عندنا الحمد لله 11 دوله عربيه مشاركه رسميا النهارده بمنتخباتها في اول نسخه من البطوله العربيه. جميل. طب احنا عموما بنستعد لايه تاني كمان من بطولات الفتره اللي جايه يا فندم، يعني سواء تنظيميا داخل مصر او تنافسيا خارج مصر؟ والله احنا النهارده طبعا مصر ليها دور كبير على المستوى الاقليمي في حته الرياضات عامه، ورياضه البادل الحمد لله احنا واخدين فيها شوط قوي بدايه السنه اللي فاتت الحمد لله. فبنحاول دلوقتي ننظم ان شاء الله اول بطوله افريقيه قريبا باذن الله. من عندنا السنه الجايه برضو بطوله، طبعا البطوله العربيه دي هيكون فيها نسخه ثانيه احنا بنسميها بطوله عربيه مفتوحه. عندنا بطوله عربيه ناشئين، عندنا السنه الجايه برضو كاس عالم للاساتذه اللي هو فوق 35، كاس عالم اللي هو المفتوح. فلا الفتره الجايه ان شاء الله عندنا، يمكن احنا كل سنه بيبقى عندنا خمس او ست ايفنتات دوليه بتشارك فيها المنتخبات المصريه. رائع جدا. قبل ما نختم برضو مع حضرتك، اكيد طبعا حضرتك تعرف يعني وجدي، فاكيد ومتابع اداء كمان ومستوى اللاعبين عندنا، فخلينا نعرف وجهه نظر حضرتك ورايك برضو في الابطال اللي عندنا حتى هذه اللحظه، واحنا بنتكلم يعني وجدي تحديدا 16 سنه يعني. لا طبعا هو وجدي، وبصراحه كل فريق الناشئين يعني يمكن السنه دي بدانا في اول السنه، يمكن حضراتكم عارفين زي ما بنقول دايما ان هي لعبه وليده في مصر. كان يمكن اول السنه ما كانش عندنا اي نوع من الناشئين، ما كانش منتخب ناشئين خالص. الجهاز الفني اشتغل بصوره قويه ان احنا نعمل تجارب على مستوى مصر كلها، قدرنا ان احنا نجمع يمكن في الاول 120 او 150 ناشئ، النهارده اتصلوا بقوا يمكن 30 او 25. فكل المجموعه بصراحه بتاعت الناشئين شغالين بيها، شغالين بصوره قويه، هم دول مستقبل مصر. واحنا عارفين ان احنا لو احنا خدنا بالنا من الابطال دول الصغيرين النهارده وادينا لهم الرعايه الكافيه صحيح والتدريب الكافي، فهم دول ان شاء الله اللي هيكونوا مستقبل، وهم دول اللي بيحملوا بقى رايه مصر في المستقبل ان شاء الله في رياضه البادل. رائع جدا جدا، نشكرك وكل التوفيق ليك يا فندم. شكرا ليك جدا على المداخله دي، وعلى فكره الكلام اللي قاله ده يعني في النهايه طبعا الباشمهندس كبير، دي مسؤوليه كبيره، فانت ناوي ان شاء الله تكمل لغايه، انت عايز يعني توصل لفين في الرياضه دي كبطل، وفي نفس الوقت عندك طموح تاني مثلا تشتغل مهنه معينه يعني بجانبها ولا لا؟ يعني انا دلوقتي اهم حاجه بالنسبه لي مركز غير في البادل يعني. بالظبط، يعني بحاول اروح كليه على قد ما اقدر في احسن حته يبقى جنبها، انا اقدر اتدرب في احسن مكان برضو. يعني عايز يكون عندي احسن حاجه تقدر توصلني لاحسن حاجه اقدر اوصل لها. حلو جدا، حلو ده. ابرز اللعيبه اللي موجودين عندنا في مصر في عالم البادل، ولو جينا نقارنهم بين يعني نعمل مقارنه بينهم وبين لعيبه البادل من دول تانية، احنا فين عالميا في الرياضه دي؟ احنا ما اقدرش اقول بعيد، ان احنا ما اقدرش اقول قريب، ما اقدرش اقول قريب. يبقى احنا في النص. احنا في النص نقدر نستنتج ان احنا في النص. يعني لا بكل صراحه احنا عندنا، بصراحه احنا عندنا مستويات هايله، عندنا اولاد متميزه، وعندنا اولاد يقدروا، واحنا عندنا ثقه كاتحاد ان احنا الولاد دي تقدر توصل لحاجه كويسه جدا، وفرصتنا قريبه ان احنا ان شاء الله كاس العالم اللي جاي احنا هدفنا كاتحاد ان احنا نبقى من جوه العشر فرق في كاس العالم اللي جاي ان شاء الله. وانا بشوف ان احنا نقدر، لانه الولاد عندنا ما شاء الله موهوبين جدا، بس احنا بنحاول ان نوصل لهم الطريق الاحتراف بيبقى ازاي، الاتجاه اللي هم المفروض يمشوا فيه ازاي، بنحاول نوفر لهم بطولات. يعني السنه دي في بطولات كتيره جدا دوليه، الاتحاد منظم بطولات كتيره جدا دوليه حتى في ظروف البلد. سمعنا كلمه كاس عالم يعني كذا مره في المكالمه دي. وعندنا ان شاء الله في شهر 10 اللي جاي بطوله كبيره جدا في النيو جيزه، بطوله دوليه يعتبر من اعلى البطولات اللي موجوده في الاتحاد الدولي، والجائزه بتاعتها انا سمعت ان هي رقم برضو محترم يعني رقم جدا. رقم كويس طبعا، وبيشارك فيها ابطال العالم كلهم. فيعني احنا بنحاول بكل الطرق ان احنا ازاي نقدر نوصل الولاد اللي عندنا لترتيب عالي، ويقدروا ان هم يبقوا محترفين، يقدروا ان هم يبقى ده شغلهم، ان انا لعيب بادل محترف. فاحنا بنحاول نوصل لهم الفكره دي، وبنحاول نوريهم الطريق ازاي، واحنا يعني كلنا ايمان ان شاء الله انه يقدروا.
يقدروا ان شاء الله. موفقين ان شاء الله ووجدي بتمنى لك كل النجاح اللي في الدنيا باذن الله. نورتونا يا فندم، نشكركم على وجودكم معانا. شكرا ليكم جدا. انت راجع اسكندريه؟ انت بره كابتن شريف من اسكندريه؟ لا لا انا قريب هنا. انت راجع دلوقتي على اسكندريه؟ هرجع اخر اليوم كده. طبعا اتغدى معانا هنا. ايوه نور جدي منور القاهره. نورنا والله، نورتنا يا وجدي، وشكرا ليك كابتن شريف، وبالتوفيق ليكم، لان طبعا احنا مش هنقدر ان احنا نقول احنا عايزين نبقى في نفس المستوى، لان انت لسه جديد يعني. الموضوع عندك من 2017 دول ثانيه عندها بلا سنوات طويله جدا، فيعني اكيد في فارق، لكن طالما في بوتنشال فاكيد ده هيفرق برده على السنوات اللي جايه. وفي طموح، في طموح كبير جدا يعني. الباشمهندس احمد غتواري بصراحه بيشتغل يعني طول الوقت، احنا شغالين طول الوقت، ونفسنا ان شاء الله يبقى في انجازات توازي هذا الطموح. اتمنى لكم كل النجاحات اللي في الدنيا ان شاء الله. شكرا لوجودكم معانا. هنطلع فاصل سريع ونرجع نستقبل حضراتكم في تاني فقراتنا الحواريه. خليكم معانا.